كبيرة يستحق الفوز منتخب الأرجنتين، وميسي يستحق كأس العالم لأنه اللي قدمه في البطولة هذه، ولا ما شاهدتش لاعب قدم بطولة مثل ما قدمها ميسي، لأنه تأثيره كبير على الفريق ميسي اليوم في المباريات الكل، وهذا توضح لنا قيمة وإمكانيات اللاعب هذايا. برافو للأرجنتين، برافو للمدرب سكالوني، تغييرات ناجحة، طريقة اللعب ناجحة، دفاع اليوم قوي وحصين، وسط الميدان ممتاز، وأعتقد أن ميسي يستحق أفضل. إذن البطولة حتى الآن هي بطولة ميسي، تصدر الهدافي مع مبابي بخمسة أهداف، أصبح الهدف القياسي تاريخيا للأرجنتين في كأس العالم 11 هدف، تعادل مع لوثر ماتيوس في 25 مباراة لعبها في كأس العالم، وسينفرد بالرقم إذا لعب المباراة القادمة في كأس العالم. وشكل البطولة تتجه نحو الأرجنتين، من يستطيع أن يقف الأرجنتين وميسي بعد كل هذا وبعد أن وصل لهذا؟ جابرييل باتيستوتا أهنئك، أهنئك بتحطيم رقمك القياسي اليوم. ميسي تفوق، لكن هذا التفوق ساعد الأرجنتين على أن تصل للنهائي الثاني على الكأس، والذي كان يتمنى أن يفوز به منذ فترة طويلة ليكون مثل مارادونا، ولكن أعتقد أن ميسي يستحق الفوز والتتويج بلقب كأس العالم. نتمنى أن يحدث ذلك يوم الأحد القادم. مباراة ألفاريز أم ميسي؟ بالنسبة لي أعتقد ميسي. ميسي لأن ميسي فعل كل شيء بالكرة، لم يخسر أي كرة، وفي الهدف الثالث أظهر بأن لديه الرغبة والإصرار، وعندما يقرر أن يهاجم فهو قادر على ذلك. هو كان يراقبه واحد من أفضل المدافعين في كأس العالم، وليس طفل كما قلنا. Igualmente Álvarez. وألفاريز بالنسبة لأربل هو قدم مباراة كبيرة جدا وتسبب في ركلة الجزاء وسجل الهدف الثاني. أظن